مين بيقدر يقول لي إذا طلعنا هون على الكربون أتوم وشفنا في أشياء بتدور حوالين something in the middle, what is this one? Okay. يعني حدا قاعد بحاول يعمل unmute himself and you can't or what? إلكترونات دكتورة. تمام. These are electrons. إيش اللي بالنص؟ We have two things. The green. بروتونات ونيوترونات. Exactly. Protons and neutrons. هلا الأتوم مثل ما إحنا حكينا أو هلا اللي بيشتغل. الأتوم أو structure of the atom مثل ما قلنا electrons بتدور حوالين النيوكليوس والنيوكليوس فيهم neutrons and protons. مين positive ومين negative؟ The electrons negative والprotons positive والneutrons neutral. Exactly. فإذا بتشوف إنه الشحنة الموجبة متجمعة بالنيوكليوس while الإلكترون دايرين حواليها بالnegative charge. طيب مين أثقل أو له وزن أكبر وثقل الذرة موجودة في وين؟ بالنيوكليوس. بالضبط. بالوسط. الوسط. إذا بدنا نقارن بين البروتونز والإلكترونز بنشوف قديش إنه البروتونز is heavier than الإلكترون. طيب هلا لو أجينا نيجي نحكي عن الأتوميك أوربيتال، إيش يعني أوربيتال؟ مدارات. مدارات. طيب شو هاي المدارات؟ ليش هو؟ للإلكترونز. بالضبط. هي الإلكترونز يدوروا. توزيع الإلكترونات. بالضبط. فهي الأوربيتالز عبارة عن 3D dimension اللي بنتوقع احتمالية كبيرة للإلكترونات إنها تكون موجودة فيه، أو هي كلاود اللي ممكن الإلكترونات يكون دايرة فيها. فمثلاً في هاي الكلاود 95% ممكن الإلكترونز نلاقيها مقارنة إنه إلكترون يكون موجود هون. So these are the orbitals where we think the electrons are going around the nucleus in it. طيب شو orbitals انتو بتعرفوا او اخدتو؟ S. S. ايش كمان؟ P. E. انت قلت E ولا P؟ P. S B. S B. اوكي P. اوكي ايش كمان؟ D. والD. والD. أه. والأه. Exactly. These okay. are the three main orbitals. وأكثر إشي إحنا عادة اللي نلعب بمحيطهم هم الـ S والـ P. طيب الـ S شو الشكل تبعه الـ 3D dimension له؟ كروي. كروي. It's a sphere. The S orbital is a sphere مثل ما أنتم شايفين كروي في كل الاتجاهات في الـ Z والـ Y والـ X وهي وين الـ electrons can go around. هلا احنا بنعرف في 1s 2s 3s and keep going. بتلاحظوا كل ما زدنا بالكوانتم او principal quantum number طلعنا من 1 ل 2 ل 3 بيزيد عندنا شيء called a node. ايش يعني node؟ او اذا طلعتوا هنا منطقه النود فيها electrons؟ لا لا بالضبط. النودز هي هاي المناطق البيضاء اللي فعلياً احتمالية وجود الإلكترونز فيها كتير قليلة أو نل يعني مستوى صفر. فإحنا بنلاحظ في الـ 1s is a sphere but there is no any nodes. إذا رحنا على 2s بنلاقي 1 node بين السفير الأولى والثانية و 3s برضو بيكبر بالحجم وصار عندنا 2 nodes. أول s 2s and 3s إنه زي كأنه we have more nodes. تمام؟ طيب الأوربيتال اللي بعده P orbital. كيف شكل الـ P orbital؟ head to head or side to side. اوكي او ايش اسمها؟ head to head or side to side, these are the type of bonds that they are making. يا تقدروا تقولوا عنها هون اذا بدكم or teardrop or dumbbell I think something like that هذا قال لي او infinity يعني نوعا ما. الـ P orbital مش مثل الـ sphere أو الـ S orbital هي teardrop وبالنص هنا النيوكليوس ومثل ما انتم شايفين هنا برضه ما بكون في إلكترونات وبكون في عندنا نود.
طب الـ S orbital كم إلكترون بتتحمل؟ 2 إلكترون 2 2 إلكترون طيب والـ P 6 إلكترون طيب ليش 6 إلكترون؟ بالضبط لأنه عندنا 3 degenerate p orbital. إيش يعني degenerate؟ يعني إلهم نفس الطاقة بس متوزعين على different dimension، واحد x واحد y and واحد z، وكل واحد بأخذ مثلا هون إلكترون هون إلكترون this إلكترون 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 and إلكترون بيعطينا 6 electrons. تمام؟ مثل ما قلنا إذا بنزيد بال principal quantum number بيزيد عند النودز. في الـ P الأولى في عنا one node اللي هي nodal plane واللي هي على حوالين nucleus kind of، بس لما نيجي على 3B Z or whatever is Z X or Y غير nodal plane اللي بالنص في عنا another one is over here called the radial node، وهدول مناطق ما بكون فيها احتمالية لوجود الإلكترونز. تمام؟ أي سؤال إلى الآن؟ طيب atomic orbitals حكينا الـ S اللي هو sphere بياخد 2 electrons، الـ P قلنا teardrop على الـ 3 dimension بياخد 6 electrons، في كمان D and F، الـ D عنده 5 orbitals degenerate orbital يعني بياخد كم electron؟ 10 electrons exactly، والـ F عنده 7 different orbitals بياخد كم electron؟ 7 × 2 14 اللي قالت 15 يعني أحييك يا الرياضيات تبعتك. تمام فهون عندنا 14 إلكترون. إذا بتلاحظوا كل ما نطلع يعني من S ل B ل D ل F الإنرجي كمان بتزيد، هذا اللي حنشوفه هلأ كمان شوي. بس هون تأكيداً إنه كل ما زدنا الـ quantum number أو principal quantum number I think بزيد عنا عدد النود قبل N الأولى أو 1 على الـ periodic أول، بس بنشوف عنا S. لما نروح على الثاني بصير عنا S و B، على الثالث بصير عنا S B and D، والرابع تحت ممكن عنا S B D and F. تمام؟ طيب هلا هون اذا بدنا نطلع على البرنسيبل شيلز و اذا واحد يعني عندنا 1s 2 قلنا 2s 2b 3 3s 3b and d، نقدر نشوف انه هم كيف مرتبين بطريقه بيعتمد على الانرجي، يعني 1s have lower energy than 2s. اذا قارنا بين 4s و 4b مين عنده lower energy؟ 4s 4S. طب إذا دخلنا 3D قارناها مع 4S 4S lower energy is the 4S. طيب في شيء حكينا عنه called electron configuration، اللي فاتح المايك يسكره يا جماعة. الالكترون configuration يعني أنا لما أعطيكم مثلا أكتبوا الالكترون configuration of the PR35 في قواعد معينة rules that help us to figure that out. أنا حاطيكم اسم القاعدة وأنتوا بتساعدوني إيش هي. أول قاعدة كانت the Hofbau principle. حدا متذكر إيش الحج هذا حكى؟ طيب حاطيكم hints. أنا لما بيأجي أعبي الإلكترونات بعبي أول إشي 1s بعدين 2s، ولا بعبي 2s أول بعدين بروح على 1s؟ 1s 1s لا 1s أول بالضبط. فأو إيش بحكي؟ بقول لك لما بدك تيجي تعبي الإلكترونز always go to the available orbital with the lowest energy، يعني بعبي الأوربيتالز اللي عندهم إنرجي قليلة أول قبل ما أطلع لفوق، ما بصير أجي أعبي 3b قبل ما أعبي 3s. تمام؟ طيب القاعدة الثانية اللي هي الباولي اكسكلوجن برينسيبل. حدا بتذكر ايش حكى الاخ؟ طيب اعطيكم هند.
كل لو حكينا هي 3p. في كل واحد كم عدد الإلكترونات في كل شيل؟ شو الماكسيموم؟ 2 بالضبط 2. طيب هدول الاثنين كيف بقدر أعبيهم؟ اثنين الأسهم واحد لفوق واحد لتحت بالضبط. إذا أنا إذا بعبيهم كل واحد يأخذ جهين مختلفين واثنين ماكسيمم. فإذا نحكي on no more than two electrons can occupy each atomic orbital وإن two electrons must be in the opposite spin. Opposite spin يعني واحد فوق وواحد تحت. آخر قاعدة اللي هندز كأنه رول. حدا بتذكرها؟ طيب أعطيكم برضو another hint. لو أنا عندي برضو 3B لما بدي أجي أعبيهم بعبيهم هيك. إذا بدي أعبيهم just for 4 electrons ولا بعبيهم or 5 electrons. Let's say بدي أعبيهم ل 5 electrons. Oh no, 4 electrons, sorry. عشان أعطيكم الفكرة 4 electrons. A ولا B؟ لسه أفرجيكم الB. A. ليش A؟ أكيد A. A؟ أنا لازم أول شيء أعمل لي كل ال يعني المربعات يعني كل واحد لحال بعدين برجع بكمل عليهم. أوكي هم اسمهم سبشيل عشان لقدام. صح بعبيهم فرادة بعدين أول pair them up. ولك هون when there are two or more atomic orbitals with the same energy لأن هدول degenerate يعني نفس الإنرجي. An electron will occupy an empty orbital بالأول before it pair it up. يعني بعبيهم فرادة مثلاً أنا وعندي 5D بدي أعبي 5 إلكترونات بروح أعبيهم هيك فرادة ما بروح بعبيهم دبل لا لازم يكونوا empty orbitals أعبيهم فرادة قبل ما أبلش أعمل pairing up. حدا بيخطر له ليش؟ شو السبب؟ عشان الاستقرار والطاقة بالضبط استقرار وطاقة. طب كيف ليش هذا هيك مستقر أكتر هذا المنظر اللي في A مستقر أكتر من B اللي هو هيك حيكون لأنه بـ B ممكن يصير عندي هايبريد مش هايبريد. طب أعطيكي هند. شو شحنة الإلكترون؟ ماينس. طيب أحط 5 ماينس كل واحد قاعد لحاله ولا أحط ماينسين جنب بعض إذا مش مضطرة؟ كل واحد لحال عشان ما يصير في تنافر. أيوة أقل التنافر والريبولشن. يعني أوكي أنا ما بقولك إنه ما بنقدر نعمل pairing up we can pair up بس إذا أنا عندي فرصة إنه كل واحد يروح لحاله لا بأخذ ال empty place بعملهم فرادة قبل ما أعملهم pairing them up. تمام مستوعبين إلى الآن؟ تمام. طيب نأخذ سؤال فكروا فيه. إذا أنا بدي أكتب الكونفيجريشن للبروميد 35 فكروا فيه وبعدين ارفعوا ايديكم اللي بده يساعدني بالحل. طيب مين رافع ايده؟ انتوا فاهمين شو قصدي انه كيف تكتبوا الكونفيجريشن يعني 1s2 من هالكلام؟ ما شاء الله. طيب رنين ما بعرف اذا بدك تحكي انت ولا لا. بدي احكي دكتورة تفضلي. 1s2 بعدين 2s2 اها
2B6 3S2 تمام. دقيقة بس. 3B 6 4S ممتاز. شوف كيف عبت 4S مش 3D لأن 4S له الإنرجي أقل. بعدين 3D 10 بس عاد الإلكترونات كم صار؟ كان وصلت 30 33 30 4B تمام ممتاز. إذا طلع عندنا هذا الكونفيجريشن أو الإلكترون كونفيجريشن بالضبط. أهم إشي هنا فكرة إنه كيف عبت بعد 3B أخذت الـ 4S لأنه أقل إنرجي قبل ما تروح على الـ 3D. طيب وإذا بدنا نطلع عليهم بالأسهم حنشوفوا كيف we end up with عملنا لهم أول إشي فرادة بعدين we pair them up. طيب هنول اللي آخر إشي اللي في الـ 4S2 والـ 4B5 اللي بالأحمر هم شو يعني إلهم مسمى؟ بتعرفوا عنهم إشي؟ هدول الإلكترونات إلهم خاصية معينة؟ إلكترونات التكافؤ. بعرف إيش صراحة بالعربي بعرف إيش إذا هم اسمهم تكافؤ ولا لا. ثقافتي إنجليزي مش متأكدة إيش بين إذا تكافؤ. تعرفي بالإنجليزي؟ الفالنس إلكترونز دكتورة. بالضبط. هما الفالنس إلكترونز أو الإلكترونز بالأوتر شيل يعني بآخر شيل عادة إحنا نطلع عليهم بالإس والبي ونشوف شو الإلكترونات اللي بالآخر تمام. وهم هدول فعليا الإلكترونات اللي بتتحرك وطاير يعني لما يصير في عنا أيونيك ولا كوفالنت بوند ولا هايبردايزيشن هم اللي في الأوتر شيل اللي كأنهم تسمى الإلكترونات الغير مستقرة. في إشي مثل هيك بالعربي؟ طيب انسوا اسمهم valent electrons or outer shell تمام. طيب لو اجينا هنا مرة تانية وطلعنا على البرومايد وزميلتكم اللي قالت لنا قبل شوي كيف الconfiguration تبعه، في طريقة تانية غير اني اكتب كل هاي لستة كاملة؟ في اشي ممكن اختصر فيه هذا كلياته؟ في بلويس طريقة لويس؟ نعم. في إشي هيك بنحط بين قوسين بعدين بنكمل اللي هما بالآخر هون كانوا إيش 4S2 I think 3D10 لا كانوا 3D10 ولا 4D yeah 3D10 و 4B5. طيب لو هذا الأرجينين هذا يساعدني في كتابة الكونفيجريشن تبعه بنحط عناصر الغازات النبيلة اللي ما بتتفاعل. بالضبط. أنا لو أنا حطيت الأرجينين هنا اللي قبله لأنه الأرجينين هو فعليا 1S2 2S2 2B6 3S2 و3B6 صح؟ هذا كلياته نفسه بالضبط اللي موجود هون 1S2 2S2 2B6 3S2 3B6. فبدل ما اكتبهم مره ثانيه طيب انا بحط بين قوسين الارجينين وبكمل عليه اللي مو موجود بالارجينين اللي هو 4S2 3D10 و4P5 تمام. يعني مثلا هلا لو قلت لكم الصوديوم او بنيجي هلا كمان شوي الصوديوم نحكي عنه اكتب لي الكونفيجريشن تبع الصوديوم مين يساعدني؟ دكتورة بحط الـ NE اللي هي من الغازات النبيلة بين قوسين بزبط وبحط 1S بالضبط 1S لا مو 1S S1 بس ايش رقمه 1 2 3 ايوه 1S1 3S1 صراحة دكتور دكتورة أنا التوزيع مش فاهمه كثير صراحة. توزيع؟ طيب هلأ بس هو بس هاي إنه
احط الغازات النبيله هاي فهمتها، بس توزيع لا. طيب هلا لو اطلعنا على هذا الجدول، وهلا ممكن بعد هاي نستوعب اكثر. هلا عاده احنا عندنا اس بي ودي واف. الاس بتحمل 2 الكترونز اللي هم هون، البي بتحمل 6 الكترونز اللي هم هون ما عدا الهيليوم، الدي 10 الكترونز هياهم، والاف 14 الكترونز اوفر ذير. فانا مثلا لو اجينا اخذنا مثال الاخ this one، اوكي okay. عشان نذكر مكانه this one، اللي قال ماك مو 100% متاكد انه هو فاهم التوزيع. اذا بدك تساعدني نبلش من او من من اقل شيء بالطاقه لا حديث ما نوصل لعنده. ايش اول شيء نبلش؟ 1s1 1s2 لانه الاس تتحمل 2 الكترونز. ايوه عدينا 1 2 بعدين ايش؟ 2s2 بالضبط لانه عديناهم. بعدها شو؟ في 3s2. لحظه خليك لحظه. هلا لما احنا نعبي الالكترونات ما بننزل نزول، لا احنا بنمشي هيك، بمشي بعبي هاي بعدين بمشي بحب. ايوه اذا اقل طاقه الى الاعلى بالضبط. بعد 2s2 ايش بده يجي؟ ما بعرف. هيا انت مشينا من 2s2 اجينا على 2b2 على 2b6. اه 2b6 بالضبط. هلا خلصنا من هون بننزل هون، ايش اعبي؟ 3s2 بالضبط. بعد 3s2 ايش اجى بعدها لو مشينا هيك؟ 3p6 ممتاز. بعدها 4s2 تمام. بعدين 3d10 تمام. بعدين 4p6 ممتاز. بعدين بعدين 5s2 تمام. بعدين 4D10 تمام. هلا احنا بدنا هون الكومباوند هون بعدين 5P 6. لا احنا مش 6 بيكون هون، انا عادد 1 2 3 ايوه لأن أنا وقفت هون. هلأ أنا هدول كنت أعطيهم 6 و 6 و 6 و 10 و 2 لأنه خلص عبئ الماء يعني they are already full. بس هون لا، أنا لسه قاعدة I only have 1 2 3 electrons from the p orbital. يعني أيوة مثل أيوة. لو أنا عندي خلينا أخذ قلم ثاني. لو مثلا انا عندي هون بدل ال 4D10 ايش ححط؟ يعني هذا كله قبل صح، بس هون ايش ححط؟ 4D 4D7 exactly. تمام تمام وصلت. طيب اذا هذا كلياته بدل ما اكتبه انا هذا كلياته، نرجع للجدول اللي قبله، ايش ممكن نستخدم؟ شو اسمهم نوبل غاز عشان اختصر كثير من الكتابه بالتوزيع الاس بي. اقول لك شو، استنى شوي عشان في صار شخبط شخبيط. هلا انا هلا احنا كنا بنعمل للتن صح؟ الاس ان واسمه تن. هلا بدال ما انا اكتب هذا كلياته، لو انا استخدمت الكي ار اللي هو الكريبتون ايش ممكن؟ لانه الكريبتون عنده كل هدول، فممكن احط بين قوسين الكي ار
وأكمل بس اللي ما عنده اللي هو 5s2 اللي موجود هون 4d10 بعدين 5p3 5p3 أيوة تمام؟ تمام ممتاز كل واضح كل فاهم شو الفكرة؟ طب دكتورة نقدر نعمل هذا التوزيع بدون الجدول ولا لازم نكون قدامنا الجدول؟ لا بدون يعني احنا لما عملنا هون بالبي ار 35 كان قدامنا جدول لا احنا بس عارفين شو هما السب شيلز كيف او الشيلز كيف مرتبين يعني لازم تعرفوا ترتيب هذا اي ثينك انه لازم تحفظوا ان 3 بي اقل من 4 احفظهم يعني اقدر من 3 دي كانه يعني بتذكر في ايام المدرسه يحفظون اياهم بس يعني اذا بتسالني هلا انه حفظيتهم بقول لك لا بس كجدول يعني ممكن انه كيف تصير انه خلص احنا هون بلشنا بالفور لانه صار بيريودك 1 2 3 4 هي 4 اس وهنا البي ما عندنا 1 بي بس عندنا 2 بي 3 بي وانزل طب هون ايش عندنا كانه 3 دي يبلش الدي من 3 دي يعني لو تحفظ بس الاساسيات من وين بتبلش بصير periodic table in everywhere you can find it. الاس ببلش من الفور. يعني الاس ببلش من 1s as you can see here. 1 minute. البي بتبلش من الاثنين. الدي بتبلش من الثلاثة. والاف بتبلش من الفور. يعني سواء انا وين اعطيتك اي compound على طول بتعرف كيف تبلش. وكيف تعمل electron configuration. بس يعني انا ما اذكر من السنة الماضية او الفصل الماضي ما سألنا كثير عن هذا الإشي بس هذا الإشي إنه لازم تستوعبوا مين في الأوتر شيل تمام؟ تمام أوكي طيب نيجي هلأ لليوس ثيوري إيش فكرته الأخاد؟ بيحكي إنه كل الإلكترونز بطريقة أو وين أحنا؟ إنه all atoms they will give up يعني بيخسروا إلكترون accept بيكسبوا إلكترون or share بتشاركوا in order to achieve a filled outer shell يعني الـ outer shell شو مكان كان الـ S والـ P S و P هو الـ outer shell ولا بس الـ S لازم يكون be filled أو القاعدة تعرفوها إنه الـ outer shell that contains an 8 electrons كيف يعني؟ لو أخذنا مثال الصوديوم وكتبنا الـ configuration تبعه مين يساعدني؟ أنا دكتورة تفضل الـ NA ممكن أحط أول إشي NE صح بس أنا بدي أكتبه كامل هاي المرة بديش مع الأرما مع النوبل غاز تمام 1S2 2S2 2P6 تمام 3S1 تمام 3S1 هلأ شو الأوتر شيل؟ مين اللي بالفالنس إلكترون؟ بالفالنس إلكترونز اللي هم 3S1 بس 3S1 أيوة لأنه هدول خلص بخلصين وكافين هدول الـ P والـ S اللي هون كتفوا ببعض أنا لما أطلع الأوتر شيل الـ S والـ P اللي هون يعني اللي ضايل مش من السطر اللي قبلهم بالسطر اللي أنا فيه فـ This is just the valence electron طيب أنا إذا بدي أوصل لفيلد أوتر شيل أو كونتين 8 إلكترون أنا أسهل كصوديوم أكسب 7 إلكترونات عشان أوصل هون ولا أخسر إلكترون واحد وأوصل هون تخسر أخسر إلكترون واحد أخسر إلكترون أخسر إلكترون هيا هذا اللي في الأوتر شيل اللي بالإس بخسره بصير بوزيتيف تشارج بصير عندي بالأوتر شيل 8 إلكترونز بتال الواحد لأنه خلص راح تمام؟ فكل الأتومز بشكل أو بآخر بدهم يوصلوا للاستقرار يا بخسر يا بكسب يا بشارك الصوديوم أو اللي في المجموعة الأولى والثانية عادة هدول بيخسروا لأنه أسهل إلهم إنه يخسروا إلكترون ولا إلكترونين عشان يوصلوا على اللي قبلهم أو to mimic the noble gas أو an outer shell that is filled تمام؟ طيب لو أخذنا الكلورايد لو بدي أطلع على آخر سطر إيش فيه؟ فيه 3S2 و3P إيش؟ كم؟ خمسة
بالضبط خمسة طبعاً هون إني سوري خمسة. طيب أنا أوصل هدول الفالنس إلكترون صح؟ أخسر أيوه. سبعة ولا أكسب واحد؟ لا أكسبي واحد. بروح بكسب واحد. فبتشوف هون الكلورايد آخر شيل تبعه فاضي له واحد، بروح بكسب الإلكترون وبصير نيجاتيف تشارج. تمام؟ هلا مش كلياتهم بيقدروا يوصلوا للثمانية، في بضلوا بس يا اثنين يا صفر، مثل هون الهيدروجين. الهيدروجين فعليا هو بس عنده الهيدروجين بس عنده 1s، يا اما يصير صفر لان هو بداية الهيدروجين هو عبارة عن 1s1، يا اما بصير صفر يا اما بصير 1s2. ما في اشي انه انا بعمل له اوربيتال جديدة، لا، يعني انا هون سواء لما خسرت بالكلورايد او كسبت الكترون انا ضفت ان الكترون تو ان اوربيتال اوريدي از ذير اللي هو هون. والصوديوم لما خسرت الكترون خسرت الالكترون ورجعت لأوربيتالز عندي، ما رحت كسبت أنا سبع إلكترونات وأوربيتالز جديدة، لا. هلأ بالهيدروجين لأنه بس عنده 1s 1 يا إما بخسر هذا الإلكترون وبصير صفر وهيك بكون أنا empty outer shell بس مستقر، أو بكسب إلكترون بصير 1s2 وهي إيش full outer shell مثل الهيليوم. تمام؟ فإذا أنا عندي هنا الهيدروجين I can lose this electron وصير عندي بروتون which is stable because its outer shell is empty ولا على باله، أو بكسب إلكترون بصير a hydride ion وهو برضو stable لأنه outer shell هلأ صار filled للهيدروجين and helium filled outer shell يعني بس 2 electrons. ليش؟ لأنهم موجودين بالS. مستوعبين؟ ولا في حتة تانية خالص؟ مستوعبين. مستوعبين. طب حدا فكر مرة ليش الـ H plus اسمها بروتون؟ لأنه فيها بروتون بس. بالضبط. هذا الهيدروجين العادية في عنا بروتون بوزيتيف حوالي الإلكترون. هو خسر الإلكترون. إذا خسر الإلكترون إيش صار؟ عبارة عن بروتون. تمام؟ طيب نيجي على types of bonds. اطلعوا لي على هذا الموفي وقولوا لي ايش تعتقدوا this type of bond is وايش صار بالإلكترون. what type of bond؟ مين بيطبخ يا جماعة؟ مين فاتح المايك وبعمل شاي او بطبخ او اشي؟ إذا مسكته بدي يقولنا فعلياً إيش بيطبخ أو شو المشروب اللي قاعد بيعمله. طيب عمل ميوت قبل ما أطلع. أوكي مين يقول لي what type of bond this is؟ ionic. بالضبط. ليش ionic؟ شو صار؟ واحد بيخسر والتاني بيكسب. بالضبط. واحد خسر وصار positive مثل ما أنتوا شايفين هون لو رجعنا الفيديو. واحد خسر والتاني كسب، اللي خسر صار positive واللي كسب صار نيجاتيف. طب يعني الإلكترونات شاركت ولا انتقلت؟ انتقلت. انتقلت. بالضبط. فإذا ionic bond it's a transfer of electrons between atoms، واحد بيخسر واحد بيكسب، والionic bond بيصير بينهم attraction لأنه positive ونيجاتيف، this attraction will be called an electrostatic attraction. تمام؟ طيب نشوف البوند اللي بعدها. What type of bond is this? Covalent bond. بالضبط. Covalent bond. طب إيش ال covalent bond؟ إيش فرقت عن الفيديو اللي قبله أو الموفي؟ لأنهم تشاركوا الإلكترون. بالضبط. شوف كيف الإلكترونات تشاركت وما ضلت لا عند حدا، صارت بتدور بينهم هم الاثنين. So covalent bond as formed by sharing electrons فعلياً. إنه أنا هاي مثلاً فلورايد وفلورايد، بدل ما أنت تخسر سبعة ولا تكسب واحد، طب مين أقوى؟ ولا واحد، التنين بيجوا بقربوا على بعض وبيصير في عنا تشارك. Exactly as a p orbital with p orbital there is an overlap between them، بيصير عندي bond formation وبيصير عندي covalent bond. تمام؟ تمام. طيب هلأ هاي covalent bond المشاركة هي بتكون
متساوية، كلورايد وكلورايد، هيدروجين وهيدروجين، فلورايد وفلورايد، أو هيدروجين وكربون. إيش تعتقدوا هاي البوند بتصير؟ بولر أو نون بولر؟ أو نون بولر؟ نون بولر. Exactly. It's a non-polar. ليش؟ لأنه الاثنين لهم نفس القوة وما حدا قاعد بيسحب الإلكترونات بطريقة أكبر لإلهم، المشاركة بينهم متساوية. أما إذا كان واحد أقوى من الثاني، واحد بيقدر يسحب الإلكترونات إله بطريقة أكبر، فبتصير تتسمى a polar covalent bond. تمام؟ فإذا non-polar it's an equal sharing of the bonding electrons، متوزعة بتساوي بينهم، ونفس الوقت اللي بتكون عند الH الأولى نفس الوقت بتكون بالH الثانية، فما في وقت أكبر للإلكترونات تكون بجهة معينة. أما لما تكون polar بكون sharing للإلكترونز مختلف، لأنه عندنا different بالإلكترونيجاتيفتي مثل ما احنا شايفين بالهيدروجين with the fluoride أو with the water. هون الفكرة الأساسية لأنه عندنا اختلاف بالإلكترونيجاتيفتي. شو يعني الكترونيجاتيفيتي؟ حدا متذكر شو التعريف؟ كهرباء سلبية. أوكي. يعني قدرة الذرة إنها تسحب إلكترونات أكبر من الذرة الثانية. بالضبط. أو إنه قديش هي لها قدرة إنها تسحب الإلكترونات لإلها. أوكي؟ أيوة. فإذا إحنا نتذكر إنه الكترونيجاتيفيتي بتزيد بالبيريود كل ما رحنا على اليمين وكل ما طلعنا لفوق بالجروب. وعندنا the most electronegative atom is the fluoride. تمام؟ إذا بدنا نعرف it's polar ولا لا، مثلاً إذا بدي أخذ الهيدروجين والفلورين بطرح electronegativity تبعتهم 4-2.1 بيعطينا كم؟ 1.9. إنه هذا قوي كفاية إنه يكون a polar covalent bond. بس مثلاً إذا أنا بدي هيدروجين مع هيدروجين إيش بتصير؟ 2.1 ناقص 2.1 ايش بصفي؟ زيرو. واو، يعني شكرا انك جاوبت يا اخي، لانه الباقي ناسي ان الرقم نفسه لما تطرحه بيعطي صفر. طب دكتورة سؤال، شو الفرق بين البولر كوفالنت بوند والايونيك؟ تمام. هلا البولر إنه في جهة بتسحب الإلكترونات المتشاركة بينهم، لأنه في شيرينج للإلكترونز على الأكيد. بالأيونيك لا، الإلكترون قاعد واحد بيخسر وبروح للتاني تماماً. هلا استنى أفرجيك هاي هون. يعني بكل إلكترونيجاتيفيتي أكبر بال شو اسمه؟ إذا أرقام هلا بفرجيكم كأرقام، بس الفكرة إن الأيونيك الإلكترون نفسه it's transferring، يعني النيتروجين الصوديوم هلا ما عنده الإلكترون هذا بالمرة، الإلكترون راح للفلورايد تماماً وصار هذا نيجاتيف كومبليتلي وهذا بوزيتيف كومبليتلي. في البولر كوفالنت بوند إنه لا، في عنا شيرينج للإلكترون. شوف هنا في بوند، هنا ما في بوند، هاي بس إلكتروستاتيك إنتراكشن بين البوزيتيف والنيجاتيف تشارج، بس ما في بوند. في الـ OH أو الـ NH في عنا بوند وفيها شيرينج للإلكترون. أوكي، بس الأكسجين لأنها مور إلكترونيجاتيف بتسحب الإلكترونات إلها بطريقة أكبر. فلو اطلعنا مثلاً هون الـ HF هتشوفوا إنه الإلكترونات فعلياً مسحوبة إلها بطريقة أكبر، وصار عندنا تركز الإلكترونات هون اللي موجود هون بالأحمر. أما النون بولر لأنهم التنين بيسحبوا بعض نفس الكمية نوعاً ما، بيعطينا إنه الإلكترونات تتوزع على الكل بالتساوي، بيعطينا اللون الأخضر اللي أنا هلأ حكي عنه كمان شوي، الإلكتروستاتيك بوتنشال ماب. تمام؟ هلأ كأرقام على ما أذكر إنه 0.4 كفرق وأقل هي نون بولر، إذا أكثر من 2.5 it's an ionic. يعني لو طلعنا بين الـ Li مع الفلورايد، الـ Li 1 فلورايد 4 ناقص 1 3. وعادة كمان إذا بتتذكروا من الكيمستري اللي أخدتوه من زمان، أي إشي بتفاعل بين المجموعة الأولى والتانية اللي هما الألكالين مع الطرف هذا عادة بكون أيونيك، ما عدا الهيدروجين. يعني العناصر بالمجموعة الأولى والثانية والثالثة إذا تفاعلوا مع العناصر الموجودة
الأولى والثانية مع تفاعله مع الكومباوندز اللي هما highest electronegative أو have high electronegative. تمام؟ أوكي. سوري. هلا البولر قلنا covalent bond بكون في عنا جهة slightly positive والثانية slightly negative. لو طلعنا هون which part you think has more electronegativity اللي هي الجهة اللي حتسحب الإلكترونات أكثر واللي حتكون partial negative أكثر؟ مين مور إلكترونيجاتيف؟ الهيدروجين ولا الكلور؟ إذا هون حنحط partial negative وهون partial positive. طيب بين الأكسجين والهيدروجين؟ أكسجين. أكسجين كون سالب. تمام. نيتروجين والهيدروجين؟ نيتروجين. تمام. فلو تشوف هون كلياتهم إحنا قاعدين بنحط partial مش completely بس بالأيونيك. أوكي؟ طيب في طريقة تانية إنه برضو نمثلها إنه نقدر نعمل سهم اللي فيها المور نيجاتيف وبداية السهم عند البوزيتيف تشارج أو البارشل بوزيتيف تشارج. مفهوم؟ واضح؟ أيوة دكتور. تمام. أوكي. هون برضو مثال الفلوروميثان بين الكربون والكلورايد. الكربون less electronegative than the chloride فهي حتكون partial positive وهي partial negative. بداية السهم حتكون هنا ونهايته عند الكلورايد. إذا نتطلع بالإلكتروستاتيك potential map يعني نشوف وين تجمع الإلكترونات موجود لأنه فعليا الإلكترونات بتكون حوالينها as in the orbital. نشوف إنه تجمع الإلكترونات أكثر هون and here the negative charge over here والpositive charge أكثر على الميثان. تمام؟ تمام. اوكي وهي اللي حكينا عنهم انه البوند يا ايونيك في ترانسفير للالكترونات او شيرينج طريقه متساويه بتكون نون بولر مو متساويه بتكون بولر كوفالنت بوند. طيب حطيكم دي افكروا بهذا السؤال which bond is the most polar one؟ رقم 4 دكتورة لانه الفلور اعلى ذره فيها كارثون. تمام. which one is the least polar one؟ الأكسجين رقم 1 أقل واحدة. أقل واحدة. نمبر 2 نمبر 2 ليش؟ لأن كاربون كاربون تي يو سي بالضبط الاثنين متساويين مع بعض. طيب مين أقل من 4 1 ولا 3؟ لا 1 الأكسجين. ليش؟ لا بلا لأنه على كهرباء. أنا حفظهم الاف بعدين او بعدين بالضبط كربون نيتروجين اكسجين فلورايد. هلا انتم مش مطلوب منكم تحفظوا الجدول الدوري طبعا في حياتكم بس هدول شايفين هذا هيك هذا الجزء مفروض يعني تعرفوه زي اسمكم. طب دكتوره لو سالني عن النيتروجين مع الكلور لا ما يعني ما حكون لئيم لهالدرجه لانه طبعا نفس الشيء يعني يو كان جاد. طيب عنا يعني أنا لقيمة بأسئلتي يعني على السمعة اللي طالع علي إني سفاحة بس مش لهالدرجة يعني. بعدين 3 قبل 2 تمام؟ تمام. أوكي هلا قبل ما ننهي بس هذا إشي أخير نحن لقدام حنصير نرسم مركبات أكتر أو نتطلع على الـ structure تبعهم بدنا نعرف how we can represent these structures. في أول واحدة اللي هي Lewis structure الفكرة الأساسية فيها إنه the bonded أو the bonds يعني نمثلهم ب a line أو ممكن two dots لأنه كل bond هي عبارة عن two dots يعني أنا هاي three bonds هي عبارة عن كم dot؟ 6 بالضبط ممكن أمثلهم. تمام. والفكرة الأساسية إنه بلوس ستركتر if there's lone pairs you have to bond them. أوكي؟ هلا الكيكولي ستركتر نفس اللويس بس إنه ما منحط اللون بير. كمان البونز دائما just lines we can represent them with dots. أوكي؟ the final one اللي هي condensed structure إنه بقول لك ما في داعي تروح
تفرجيني بالضبط وين كل البوند، بس التفرعات تقدر ها مثل ما انتم شايفين. مايك رمضان اعتقد. يا جماعة اوكي كوندنس ستراكشر مثل ما قلنا انه ما في داعي نرسم كل البوند، بس اللي فيهم تفرع بننزلهم او make them hanging down. انا بس دقيقة ايوه اوكي بس سلايد الباك. هلا الفرق بين lowest structure والثاني انه لون بير بس لون بير، انه البوندز ما بنقدر نمثلهم الا ب lines مثل ما انت شايف، يعني ممكن في اللوست structure we can represent them with the dots. ايوه بس بالكيكولي we don't. تمام طيب هنا بس تاكيدا على الكيكولي والكوندنس structure. هلا الكيكولي بكل بساطه مثل ما انتم شايفين هون. هلا بالكوندنس structure في شويه قواعد ممكن تتبعوها، انه الفكره اذا عندي atoms اللي هما substituents للكربونز غير الهيدروجين، ممكن يا بحطهم to the right مثل ما انتم شايفين هون ليمين الكربونة اللي متصلة، يعني بعرف انا اذا ما حطيت الكربونة هون هاي الكلورايد سوري انها متصلة بالكربونة اللي قبلها، لما حطيت البروميد هي متصلة بالكربونة اللي قبلها سوري. او ممكن these atoms to be hanged from the carbon اللي هي متصلة فيها. هلا اذا انا بدي عندي هذا المركب اللي مثلا ايثان بروبان بيوتان بنتان هكسان وشايفه بالنص هون كلياتهم قاعدين من عيد نفس ال CH2 مثل ما انتم شايفين هون، بدل ما ارجع اكتبهم اربع مرات بكتبهم بين قوسين وبحط اربعه حوالينهم. تمام طيب اذا انا عندي السبستيتوانس اللي غير الهيدروجين مش اتوم، عندنا جروب where is it والد وين مش موجود. المهم ايوه هي جروب، يعني مثلا ال CH3 هاي جروب مش اتوم لحالها، OH is a group، ما بحطهم على الرايت لحالهم لا، I need to put them between parentheses او اللي هم اقواس مثل ما انتم شايفين هون، or I can hang them from the carbon that they are attached to it. هلا اذا هذول الجروبس متصلين باخر كربونه مثل ما انتم شايفين هون، ما في داعي احطها بين اقواس ولا اني hanging it from it، خلص بحطها جنبها لانه انا عارفه هي اخر كربون، يعني ما فيش اشي يتصل فيها بعدها. تمام واضح ايوه دكتور دكتوره تمام. طيب انا حوقف هون لاني هون وصلت مع المحاضره اللي قبلكم. let me stop the record.